أرقام من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة. من منا لم يسمع بدرجات الحرارة المرتفعة خلال شهر نيسان أبريل هذا العام؟ ربما سمعتم بمن وصفه على أنه الشهر الأكثر حرارة، وكالعادة فلدى ناسا تفسيراتها، مخاوفها وتوقعاتها المستقبلية على الدوام، والتي نحاول أن ننقلها لكم في مقال اليوم الذي يرصد بورصة درجات الحرارة الآخذة بالتصاعد. أكدت ناسا مؤخراً ما توقعه الكثير، شهر نيسان كان الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق. برغم كونه خبراً مقلقاً، فإنه ليس مستغرباً، خاصة وأنه أتى بعد سلسلة طويلة من الأشهر التي كسرت الأرقام القياسية من حيث درجات الحرارة المرتفعة، مبينة أن الارتفاع في درجات الحرارة قد أخذ منعطفاً شديداً، حيث يبدو أن عام 2016 سيفوق عام 2015 حرارة، ليصبح العام الأكثر حرارة منذ عام 1880. لقد أصبحت درجات الحرارة المتزايدة أكثر فأكثر انتظاماً، فقد أظهرت بيانات ناسا أن شهر نيسان الحالي كان الشهر السابع على التوالي في تحطيم أرقام درجات الحرارة الشهرية المسجلة. وليس هذا فقط، بل تظهر الأرقام أيضاً أن الشهر الثالث على التوالي في كسر الرقم القياسي كأعلى حد لمقدار ارتفاع درجات الحرارة، فبلغ 1.11 درجة مئوية، 1.99 درجة فهرنهايت، زيادة عن معدل العامين 1951 و1980 المستخدمين في مقارنة درجات الحرارة. لم تعلن بعد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA النتائج التي توصلت إليها، لكن في حال تطابقت نتائجها مع نتائج ناسا كما هو متوقع، سيعتبر عندئذ شهر نيسان أبريل الشهر الثاني عشر المحطم للأرقام القياسية لدرجات الحرارة، ليشكل عاماً كاملاً لدرجات الحرارة المتزايدة. ورغم أن هذا يختلف قليلاً عن سجلات ناسا لكونها تستخدم مرجعيات مختلفة للمقارنة، إلا أن اتجاه تغير درجات الحرارة هو ذاته تماماً، هو الاتجاه الآخذ بالتصاعد أكثر فأكثر. ومع هذه المعطيات يمكننا التيقن وبنسبة 99% أن عام 2016 سيكون الأكثر حرارة منذ بدء السجلات، وذلك وفقاً لمدير معهد غوردارد لدراسة الفضاء التابع لناسا جافن سميث، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلماء لم يستطيعوا تسمية عام 2015 بالعام الأكثر حرارة على الإطلاق حتى شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2015، بخلاف عام 2016 الذي اتضح أنه العام الأكثر حرارة بمجرد مرور 4 أشهر فقط، وهو أمر مقلق للغاية. تثير السرعة التي بدت فيها حرارة الأرض بالازدياد في العام الماضي قلقاً بالغاً، وهو ما دفع قادة العالم في العام الماضي للتوقيع على اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين فقط، 3.6 درجة فهرنهايت، مع السعي لبقائه دون 1.5 درجة مئوية، 2.7 درجة فهرنهايت. ويبدو أن الهدف الأخير لقمة باريس صعب المنال، فالتوقعات الحالية تدل على أن عام 2016 سيكون أكثر حرارة من الأحقاب قبل الصناعية بمقدار 1.2 ل 1.4 درجة مئوية، بين 2.16 إلى 2.52 درجة فهرنهايت، حتى لو انخفضت درجات الحرارة فيما تبقى من هذا العام. يمكن أن تعزى جزء من الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة خلال العام الماضي بشكل خاص إلى ظاهرة النينيو في منطقة المحيط الهادئ خلال نهاية العام 2015 وبداية العام 2016، حيث أعطى تسخين المياه دفعة لموجة حر، لكنها لا يمكن أن تفسر كل هذه الزيادات في درجات الحرارة الملاحظة. ويرى البعض أنه حتى بدون النينيو فإن درجات الحرارة العالمية ستتزايد بوتيرة قياسية على أي حال، ويبدو أنها ستستمر بذلك لبقية العام.